أكد السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاستعراض الذي قدمته مملكة البحرين من خلال التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 لن يتوقف عندما تم إنجازه في نيويورك فقط، ولكن الجهود سوف تستمر من خلال السياسات والخطط التي تلبي تطلعات المملكة على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأعرب عن شكر مملكة البحرين للتعاون القائم مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وذلك من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق في نيويورك مع السيدة ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل بحضور السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. وأعرب المطوع خلال اللقاء عن خالص تهانيه للسيدة ميمونة محمد شريف على تعيينها كمديرة تنفيذية لبرنامج الموئل، متمنيا لها النجاح والتوفيق في أداء رسالة البرنامج. وأكد حرص مملكة البحرين على توثيق العلاقات مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والوفاء بما لديها من التزامات في مجال التنمية المستدامة، مستذكرا في هذا الصدد نيل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لجائزة الشرف للإنجاز المتميز من الأمم المتحدة تكريما لسموه على ما حققه من تنمية حضرية للبحرين. كما استذكر مبادرة سموه في استحداث جائزة دولية باسم سموه تدعم وتشجع الأفكار التي تساهم في تعزيز مبادرات الإسكان والتنمية الحضرية، وأوضح أنه تم توجيه الدعوة للمسؤولين في المرصد الحضري العالمي لزيارة مملكة البحرين من أجل المزيد من المباحثات حول الخطوات العملية لتقديم الدعم الإقليمي بالتعاون مع الأسكوا حول المؤشرات والإحصاءات للمدن والمجتمعات المستدامة. من ناحيته أشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون القائم بين مملكة البحرين وبرنامج الموئل في كل ما من شأنه دعم جهود المملكة في قطاع الإسكان، مشيرا إلى ما يقدمه الموئل للبحرين من استشارات فنية في مراجعة السياسات الإسكانية. ووجه وزير الإسكان الدعوة إلى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لزيارة مملكة البحرين نهاية العام الحالي لحضور أعمال المؤتمر العربي الخامس للإسكان والتعمير الذي تحتضنه البحرين يومي 11 و13 من ديسمبر القادم، مؤكدا أن حضورها فرصة للالتقاء بوزراء الإسكان العرب والخروج بتصورات ترفع من مستوى التعاون بين الموئل والدول العربية. من جانبها أعربت السيدة ميمونة محمد شريف المديرة التنفيذية للموئل عن خالص شكرها وتقديرها على ما تقوم به مملكة البحرين من جهود داعمة لأنشطة ورسالة برنامج الموئل، وأشادت باهتمام ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر التي تصب في دعم رسالة البرنامج على الصعيد الإنساني والتنموي، والتي كان أبرزها جائزة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة. وأبدت ترحيبها بالدعوة الموجهة إليها لزيارة مملكة البحرين من أجل مزيد من التنسيق الذي يعزز وتيرة التعاون بين البحرين وبرنامج الموئل.